ما وصلت مو هيك؟ صح صباح الخير. كل يلي بالوكالة من هاري؟ لا ما خبرونا امتى رح تكون الجنازة. جنازة مين؟ مين هو اللي مات؟ ثانية لو سمحتي مدام، وكالة إيجو. اي مع الأسف، اي مزبوط الخبر، مات. مين سهيلة فهميني؟ بس ثانية لو سمحتي بديرت، أنا وكالة إيجو. اي نعم الخبر مزبوط. بابا بابا الحمد لله، فكرت صار لك شي، كنت رح موت من الخوف. مين هاي سراج؟ مساعدة لميس. أنا منيح دجلة، منيح، مو صاير لي شي. عفواً، سهيلة كانت عم تحكي عن جنازة وهيك قام فكرت. ما علينا دجلة، فكي تكوني رفيقة ومقربة من المساعدين الباقيين وسهيلة طبعاً، بس بهالوكالة نحن منحب ينحكى معنا بطريقة رسمية لو سمحتي. مفروض تتعلم. ما بتتكرر سراج بيك. جديدة ما؟ جديدة. تسامحت مع ما بتعرف بأمور الشغل، لسه غشمني على الجهل. غريبة عجيبة هالبنت. سمعتي ما هيك؟ سمعتي بنادر بيك إنه مات؟ نادر بيك مات؟ والله زعلت عليه. حرام كتير وكتير، مات وهو بالإجازة، وهو عم يسبح كمان. تخيلي بأحلى يوم بحياتك شو هي جلطة قلبية. يا ربي دخيلك. أيمن الله يرحمه، تعرف أنا ما صح اللي اتعرف عليه. كان إنسان لطيف كتير لدرجة إنه كل الناس اللي بيشتغلوا بالوسط الفني بيحبوه. راح بهديك الطاقية بالأخير على القبر. كان أسطورة حقيقية. لما أسس وكالة إيجو العالم لسه ما كانوا بيعرفوا شو يعني وكيل أعمال. وقت المنتجين كانوا عم يقولوا إنه بدنا ندفع مصاري لمدراء الأعمال كمان. صح لهلأ إنهم بيقولوا هاي الجملة، بس عم نغض نظر عنهم. إذا حكيت مع جيلان خبرني، تمام؟ أوكي حبيبتي. بس رح شوف لميس خانم وارجع. عن اذنك. نمبر 1، نحن بالوكاله ما بتحكي معي غير بصفه رسميه، يعني بتنادي لي حضرتك. حاضر ما بتتكرر. نمبر 2، انا مديرك هون، ما في أي علاقة تانية بتربطنا. هالكلمتين زرعيهم براسك. من غير قصدي زلق لساني، سمعت إنه توفى حدا وشفت تولين عم تبكي، خفت وفهمت الموضوع كله غلط. إذا شكوا إنك مانك مجرد موظفة وبس شو بصير؟ ما رح يشكوا بشي، وأصلاً أنا شو بكون لحضرتك ولا شي. مو ناقصتك تعملي لي دراما. أصلاً اللي فيني مكفيني وزيادة. نادر بيك توفى، ويمكن رح نخسر الوكالة كمان. أنا وأنت وكل اللي بالوكالة رح نصفى بلا شغل. شو؟ اصحك تجيبي هالسيرة للمساعدين. ضبطي وطلعي. اجت مصاصة الدماء، روحي لهي وما تخليها تقطع الريسبشن. مصاصة الدماء؟ أنا وقت عرفت ما قدرت حتى أني أعمل تويت، حملت حالي وإجيت. عن جد كلك ذوق قريش خانم، بس ليكي هلأ الكل مضغوطين. لحظة. زينب خانم؟ إيه مع الأسف مزبوطة الخبرية. حياتي أنا رح أقول البقية بحياتكم، حياتكم الباقية وأطلع، يعني ما رح أخذ من وقتهم كتير، وأكيد ما رح يعملوا اجتماع بيوم مثل هذا كمان. ولا يهمك أنا ناطرانيك. لميس خانم قالت لي إجت مصاصة الدماء. مين بتكون؟ ما عرفت. شو مصاصة الدماء هون؟ ايه؟ هي بتكون الصحفية أريج. أنا واحدة القاعدة هوني؟ ايه هي هي. ماشي. إيسا
يسلم عمري. مرحبا، أنا مساعدة لميس خانو. مساعدة جديدة؟ حياتي لميس بتعرف إني هون؟ طبعاً بتعرف، بس مضغوطة كتير بسبب التليفونات، وهي بعتتني لحتى أوصل لك اعتذارها. لا بسيطة، ما في مشكلة، مستحيل أخذ على خاطري منها بهيك يوم، بس هدول التليفونات بدهم يخلصوا بالنهاية، ما هيك؟ هدول الرجال فظيعين، ما حدا بيقدر يحذر عليهم. شو؟ لا، والمسكينة مرته كانت ناطرته بالأوتيل. يعني هلأ المخلوقة تزعل على موت زوجها ولا تعصب من خيانته لإلها، شو تعمل؟ لا لحظة قريش خانم، لا في لا خيانة ولا غيره، نادر بيك هو وبالبحر اجته جلطة قلبية. حبيبتي طبيعي بالتصريح الرسمي هيك بينحكى. حضرتك شو اللي عم تقولي؟ في إنسان مات اليوم ولسه مرته ما عم تستوعب خبر وفاته، شلون بدها تتحمل هالإشاعات البشعة؟ حياتي ليش معصبة هيك؟ مو أنا اللي طالعت الإشاعة، هيك وصل لأدني. ومين قال لي للزوقية اللي وصلك هالحكي؟ هلأ بصراحة ما بعرف مين، بس أنا هيك سمعت، هيك عم ينحكى. لا معناها وقت تعرفي مين يا ريت تبقي تقولي لنا. تمام. شو هالدنيا هي؟ إن شاء الله مرته لنادر بيك تعرف مين هو وتمسح الأرض فيه. حلو كتير هذا الحكي دجلة، يسلم تمك. أنا كمان هيك كانت ردة فعلي بالضبط، بتصدقوا؟ قلتلن أنا نادر بعرفه كتير منيح، قلتلن أبداً وقطعاً ما بيعمل هيك عملة بشعة، وسكت الكل. أنتوا ريحوا لي حالكم، تركوها علي أنا. هلأ بعد وفاة نادر مرته اللي رح تستلم الوكالة، ما يمكن تنباع، مين بيعرف؟ لنشوف. الزلمة مات بسببنا، طلع إجازة عمو نادر، عيش حياتك عمو نادر، رح تقتل حالك من الشغل يا عمو نادر، وبالأخير اقتنع منها وطلع على الإجازة ومات. يا ريت لو ما سمع كلامنا. ألو نعم نهال، وقفي تمام، شو المشكلة؟ تمام، ممكن تعطي التليفون؟ طيب أنا رح لاقي حل نهال، خلص أنا رح لاقي حل، سكري وأنا رح أتصرف. بكره الناس اللي بيكونوا لحوحين. ألو دجلة، رح أبعت لك رقم مساعدة المخرج جاني، تعرفي منا وين اللوكيشن وبتروحي بتطالعي لي بارش من الكارفان. كيف ما فهمت؟ بارش وبيسام متخانقين مع بعض. متخانق مع بيسام؟ لا تحكي ولا كلمة قدامها لهي. إيه نعم، بنته لسراج الغليظة مثله نرفزت بارش. يلا روحي حليلي هالموضوع بقى. تمام رح حلها، يلا طالعة فورا. شكرا لك. عفوا حبيبتي، في شي مشكلة بموقع تصوير حكاية من الخيال؟ لا بنوم. قلتي بيسان، فكرتها بيسان أوزال. لا مو هي، انت فهمان القصة. ايه حبيبتي ولا يهمك، يا عمري انت. الواحد بهيك يوم المفروض يقعد عائل، نحن عايشين بتراجيديا وهن راكدين ورا الدراما المزيفة. مزبوط والله. قديش؟ 120 ليرة. 120؟ ممكن فاتورة إذا سمحت؟ كنت أحكي من الأول أختي، في معك ألم؟ في. حضرتك اللي حكيتي معي؟ دجلة. وأنا نهاد. ست لميس ما قدرت تجي؟ سمعتي بوفاة نادر؟ إيه بلد بقية بحياتكم. شو بارش بهذا الكرفان، إذا ما طلع خلال 5 دقائق المخرج رح يمشي. تمام أنا بحلها. بترجاكي لاقي حل بسرعة، الأوردر واقف. خلص ما تقلقي. يا آنسة بعد إذنك اقنعي لبارش خلينا نصور هالمشهد ونمشي، اليوم عيد ميلاد بنتي، بدي لحق أخذ له هدية وروح. طيب رح أتصرف بعد إذنك. أنا رح نطر العالم شوي هالمرة. بارش مرحبا، أنا دجلة، فينا نحكي أنا وياك شوي؟ طيب. هي أول مرة بحياتي بشوف كارفان ممثل.
لميس عصبت لأني سويت مشكلة بهيك يوم وبعتتك إليك، ما هيك؟ هي حكتني على التليفون، ما شفت وشها بس أكيد بتكون معصبة، ويمكن العرق يلي هون بيكون بلش ياخد ويعطي. فرجيني لما تعصبي كيف بيكون وشك؟ بارش ليش هيك عم تعمل؟ لأنه كل يوم بكل مشهد مليت من أني انتظر بيسان، مو بس أنا، المخرج، الإضاءة، 150 شخص قاعدين ناطرين بيسان خانم لتخلص. إذا خلصت شعر ما بتخلص مكياج، وبعدين تيابة ما بيعجبوها، المهم هي تطلع حلوة ما بيهمها شي تاني. لك أنت ممثلة وشغلتك توصلي دواخل الشخصية مو تشتغلي عارضة. هالمرة خليها هي تنطر. بس هلأ أنت هيك عم تعمل نفس الشي، ليه كل هالبشر هلأ ناطرينك برا؟ عم أعمل لها درس، المهم تكون أخدته. إيه؟ طيب خليكن هيك عم تتناقروا، لكم هي تنطركن للمكياج وانت بتحرد وبتقعد بالكرفان، وبالأخير ما بتوقع غير براس هالمساكين يلي برا. لك انت قديش شو احكي؟ ولا شي. قولي هلا بدي اسمع. قديشك واحد اناني؟ ما كان قصدي بهالمعنى. طيب حاطلع، بس عندي شرط، بدها تجي بيسان بالأول تعتذر مني. تمام، بروحوا بحاكيها. يا ريت لو ارتحتي أكتر شوي اليوم بالبيت فريدة. لا يا عمري أنا منيحة، طمني. يا أولاد أكيد فكرتوا بترتيبات جنازة نادر، مو يعني ما بدي جيلان تشغل بالها بهالأمور وتزعل وتتضايق أكتر. إيه؟ أنا ما عملت ترتيبات جنازة من قبل، بس عم بستفسر. أي ماشي منيح. وكمان نحن لازم نعمل شي بالوكالة. جيلان الوريث الوحيد لعمي نادر، ما هيك؟ إيه. وشو بتعمل بالوكالة يا ترى؟ بس ما تجرب الديرة هي. انت هاد اللي عم تفكر فيه؟ لا تسوي لي حالك عاطفي وانا المادي. بس فعليا انت هيك، اول ما سمعت بخبر الوفاة ركدت بدك تشيك على حسابك بالبنك. مو بس مسألة مصاري، هاي الوكالة بمثابة ابنه العمي نادر، وهي امانة برقبتنا. بلشنا بهدول الفزلكات. اللي رح يسمعوا بوفاة نادر شو حيفكروا اول شي؟ لميس منافسينا برأيك شو حيقولوا؟ رح يقولوا وكالة ايجو انتهت، ورح يتصلوا بعملائنا ويقلبونا عقلهم، وبتعرفي ممثلين بلدك عقلهم جوزتين بخرج. جلال بيك، جلال بيك، أوزغا إيه؟ أوسبريتشي على التليفون بدها تحكي مع حضرتك ضروري. أوزغا أوسبريتشي؟ ليش هي بتعرف تستعمل الموبايل غير للستوريا؟ قال سمعت بوفاة نادر بيك وبدها تعرف إنه إذا حضرتك بعدك بالوكالة ولا لا. ها؟ هي إجاكم المثال؟ يلي بده يروح يروح، وإذا انجبرنا خلي هالوكالة تفلس ما بيهمني، وأهم شي هلأ إنه نعمل مراسم الجنازة تكون بتليق باسمه لنادر. إيه ومن بعدها ببقى بفكر بكل هالأمور الفاضية. ليلى لك شو أخبارك؟ إيه الريتنج منيح، أنت منيحة ما هيك؟ يعطيكم العافية. لك سمعتون عم بيقولوا إنه في خناقة عندكم باللوكيشن بين بيسان أوزال وهذا شو اسمه الشاب بارش، صح؟ لا ما في خناقة أبداً، هن بس زوروا بعض مو أكتر. أنت شو عرفك؟ أنا بدرى بكل شي، هات احكي لي شو الموضوع. ما فيني احكي ولا معلومة، بعدين المخرج بيطلع روحنا إذا عرف إنه الأخبار عم تتسرب. بعتذر منك، لازم روح على شغلي. أها مرحبا. ماني بمود اتصور انا وياكي هلا. عفوا انا ماني معجبه، انا من الوكاله، اسمي دجله، مساعده لميس خان. بارش طلع لبرا؟ لا لسه، بالاول بده اياكي تعتذري منه قدام الكل. انا اعتذر؟ ليش؟ لانه حضرتك بتضلي عم تنطري العالم كل يوم. شو هالتخبيص هاد؟ ليلى إذا سمحتي، أنا شي مرة خليتكم تنطروا لحد اليوم؟
قال عم تضيعي وقت كتير على شعرك ومكياجك. لأنه من حقي اطلع بأحلى طلة قدام الملايين اللي عم يستنوني. بعدين عفواً أنا ماني مضطرة أعتذر منه، أنا لحد اليوم ما اعتذرت حتى من أبي. فهمت. ألو؟ ألو؟ لميس خانم، هلأ بارش قال إذا بيسان بتعتذر منه بيطلع بيصور، وبيسان قال ما بدها تعتذر منه، شو بدي أعمل؟ رح تكذبي، رح تقولي بيسان اعتذرت منك قدام كل الكاست، رح تقولي له توسلت وترجت لتسامحها. بكر ساوي لي إسبريسو إذا بتريد. أنا لما شغلتك شو قلت لك؟ ما تقلي لي شو المشكلة، قلي لي شو الحل. تمام، وهو هيك. أنا لو ماني شايخ بعيني ما بصدق. ها؟ لميس؟ سمعتي شو كاتبة مصاصة الدماء عن عمي نادر؟ إلا هاي الحرباية كاتبة فاجعة أثناء الخيانة. شو؟ الحمد لله أنه دجلة سمعتها كلمتين بجنابها وقالت لها أنه مرته لنادر بيك رح تمسح الأرض فيها بالمحاكم. شفتي شو حقيرة؟ بعرف. جلال؟ جلال؟ أنت حاكي مع توما بيكستون؟ إيه؟ بالله؟ مو على اساس ما رح نسرق ممثلين بعضنا؟ هي مو ممثلتك، ممثلتي انا، انت اللي حاولت تاخذها وما مشي الحال. وهي عزلتك بعد ما خسرت الدور بفيلم بوند، بتتذكر؟ حياتي انت خلي الذكرى اللي عندك لمواعيد مديرك، بلا ما يصير في مثل السنه الماضيه وينسى عيد زواجه. انت وتوبا ما كنتوا رح تتفقوا كتير اصلا، هي ما بتقبل تنط باي عمل بس مشان المصاري. الحمد لله، قرب السينما التركيه نطق اخيرا. ولك غيرت رايي لتوبا بعمليه التجميل كرمال ما تظهر لي انه خسرت. منعت مسيرة ممثلة إن تصل لهوليود، دمرت العمولة اللي كانت رح تصل للوكالة. لك أنت أناني. أناني؟ أنا أناني؟ إيه أناني. أناني لك. أناني إيه. إذا أنا أناني جنابك شو بتكون؟ لسه ما طلعت جنازة عمي. طيب عشوان خلاص بكفي، ما بدنا مشاكل خلاص. يعني هلأ مو وقت مشاكلكم، لازم نفكر بمستقبل الوكالة. شو اعتذرت؟ ما اعتذرت ولا رح تعتذر. وقال هي وصلت لهالعمر ولهلأ مو معتذرة من أبوها ولا مرة. أميرة أبوها. لميس خانم نصحتني إني كذب عليك، كان لازم إلك إنه بيسان اعتذرت منك قدام الكل واحد واحد، بس أنا اخترت إني كون صادقة معك. وإنت إذا ما طلعت من الكرفان هلأ لميس خانم رح تقيم قيامتي، ويمكن تقلعني من شغلي كمان. وقتها رح ارجع استنى على ابواب المنتجين، رح يقولوا لي بنرجع منخبرك، وما رح يخبروني. ورح اتاخر على مواعيد جرد المستودعات يلي عم بشتغل فيهم بالليل، والمصروعه يلي بتحط لزقات على كل اغراضها رح تقلعني من البيت، والمسكين يلي ناطر برا رح يتاخر على عيد ميلاد بنته الليله. بس طبعا مشكلتك اكبر من كل هاد. تمام. ما بتتقارن مع اي مشكله. قلت تمام هلا؟ ما بدي تتعاقبي لأنه ما كذبتي بسببي، لهيك رح كمل تصوير. عن جد شكراً كتير، ما عرفانة شو بدي قلك. بالنهاية أنا ممثل وعندي مسؤولية تجاه شغلي، ماني مجرد زلمة وشو حلو أو عارض. بس بالأول في شي لازم نعمله. شو هاد الشي بقى؟ بارش انت جنيت؟ شو اللي عم تعمله؟ لك بس فهمني لوين بدنا نروح؟ بارش؟ ها؟ استنى يا استاذ، لوين رايح؟ لوين رايحين؟ استاذ بارش؟ الكل عم ينادوا لنا، خليني اقول لهم كلمتين مو حلوة. كلهم عشر دقايق وراجعين. هيك رح يوقف التصوير. لك عنا تصوير؟ عشر دقايق وجايين، قبل ما تخلصوا استراحة الأكل رح نكون هون. استاذ ما تقلقوا راجعين، بس عشر دقايق. ورفيتك ليش بتحط لزقة على كل الأغراض؟ لأنه ما بتحب نستعمل الأغراض يلي هي شاريته. عن جد مصروعة هي؟ ايه قلت لك من الأول إنها مصروعة. شو في هلا؟ لوين رايح؟ انت استني. تمام.
ايه مين من الشباب قلتي لي عيد ميلاد بنته اليوم؟ كان واقف جنب الكرفان، شاب ناعم اسمر، على الاغلب انه مساعد المخرج. فاتح؟ فاتح. تمام. هي هدية لبنته بعيد ميلادها. شو حلوة؟ السنة الماضية كمان ما احتفلت بعيد ميلادك لهيك. هي هدية عيد ميلادك. بس نحن ما كنا بنعرف بعض السنة الماضية. مع الأسف. شكرا. يلا امشي. حلوة كتير. يا الله. بتجنن. هويلي. منيح هيك؟ يا سلام. يا جماعة، أول شي بدي أعتذر من الكل. أستاذ، إذا ما قلعتوني لهلأ أنا جاهز. صار فينا نبلش تصوير. أخي فاتح، أنا سمعت إنه اليوم عيد ميلاد بنتك، أي صح، فحبيت جيب لها الهدية الصغيرة. شكرا. إيه؟ يلا خلونا نصور بقى. يلا، استراحة الغداء خلصت يا جماعة، تفضلوا على التصوير. بعد هيك يلا استعداد الكل. كلاكيت، اعطونا خمسة. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، أكشن. وبعدين لإمتى بدنا نضل نلتقي بالسرقة؟ خلينا نتحمل كمان شوي حبيبي لو سمحت. إذا أعلننا حبنا هلأ رح ننضر نحن الاثنين. طيب مثل ما بدك. كات، جهزوا لنا المشهد اللي بعده يا جماعة بسرعة. عفواً؟ لحظة، أنت وين بدك تقعد؟ مع الكرسي ليه؟ ليك ما تغشم حالك، هذا مكان عمو نادر. ممكن تقعد بمكانك لو سمحت؟ بالله بلاها هاي العاطفية الزايدة، لازم حدا يقعد مكان عمي نادر ويستلم إدارة الوكالة. أنا موافقتك، بس المفروض نحدد اجتماع تاني ونحدد من خلاله مين اللي رح يكون، ولوقتها كل واحد فينا رح يضل قاعد بمطرحه. يا جماعة عنا مسائل لازم نلاقي لحل، بنتناقش بهالموضوع بوقت تاني. طيب معلش. تمام تمام خلص. الله يرحم عمو نادر لما قال عنك مولدة. لا تحرف الحكي، كان عم يحكي لمصلحتي وقتها. وقت الحكي عن تعصيب لميس كمان لمصلحته، وكمان قال عنك انك ممكن تحرق الدنيا مشان مصلحتك. اصلا مو وقته هالحكي. بلش الاجتماع ركدي. من وين بناخد مصاري للتاكسي؟ المحاسبة بيضيفولك ياهن على معاش. يعني ما بيعطوني شي ليصير لي معاش؟ يا الله. كل غايتي انه تكون إدارة الوكالة بأحسن صورة، وأنا ما عندي مشكلة يا جماعة، اللي بلاقي حاله أحسن مني تفضل يقعد على الكرسي. مستحيل يكون في. أسفة على التأخير، بس كان في كتير زحمة على الطريق. نبلش؟ خلاص مو مشكلة، اعتبروا كرسي عادي، أقل من عادي حتى. شغلة فاضية. طيب، بسبب بعض الإجراءات القانونية نعش عمو نادر ما رح يصل اليوم، لهيك في عنا مسائل مستعجلة لازم نحلها قبل الجنازة. بالبداية بدنا نتقاسم العملاء اللي كانوا مستلمون، الشغل بده يمشي والحي أبقى من الميت. تمام، معناها إذا هي المسائل من أجل الاجتماع لبكرة، وبتكون معنا فريدة. فريدة خارج التغطية لتخلص الجنازة، وأصلاً كانت عم تقول إنه مو ملحقة على عملاء اللي مستلمتهم. برأيي ما انتعب أكثر من هيك.
أنا حكيت مع رفقتي اللي من باقي الوكالات، قال عمين حكى إنه بعد ما توفى نادر بيك ما رح نقدر ندبر أمورنا وكل عملائنا حيتركونا. شفت؟ حلو كتير حضرتك قاعد عم تحكي على وكالتك هون وهنيك. أنا عم بنقول شو عمين حكى علينا برا. لازم نمسك زمام الأمور فورا ونتخطى مسألة الثقة بالوسط. أنا عملت توزيع مبدئي للممثلين، فإذا عندكم نقاط اعتراض بنتناقش فيها. جلال تفضل. أنت نزلت البشر على ملف إكسل؟ جلال بيك هذا عاملون جرافيك؟ إيه طبيعي طبيعي. أدوار الممثلين بآخر 5 سنين، عقودهم، نسب العمولات. أنا وتولين من الصبح هون عم نشتغل على الملف. عطينا نوكيد دوره قلنا شو نعمل نطلع له ألبوم جديد؟ بآخر فترة ما كانت عم تمثل كتير، بس عندها أفلام كتيرة، ممثلة قوية. كأنه عميلك المعروف بمشكلة الكحول دولياً ملبسني يا إلي. قنعي روحي تعالج، أنا بدلك على مركز مني. حلو، مدام بتعرف المركز أنت خده. بالمناسبة اتصلت فيني نباهات شهري، إذا بتحب نقلها لعندي. هي خبرتني إنه بديان يكون الوكيلة تبعها بعد عمو نادر. ليكو لميس اللي بتتهم هذا وهداك بسرقة العملاء. ما شاء الله عليك، ما قعدتي فاضية، دغري اتصلتي بزبونة عمو نادر وطبقتيها. هي اتصلت قالت إنه بدها تشتغل مع حدا بيحب السينما وبيقدرها، مو مع تاجر بينزل معلوماتها على ملف إكسل. إيه؟ حلو كتير. لكن إذا فلست الوكالة تبقي سلميلي على السينما. لك هي حركات السينما المستقلة هي. شفتي لي هالنمر؟ بس عن جد عيب كتير هيك. هلأ صار اسمه مكتب صبيح. جبتيها معك من البيت؟ لا، هدية من بارش. بكرة بحكي لك. لا ما في لزوم، فهمت. هدول حركات الممثلين، بيعملوا مصيبة وبيلبكونا فيها وبعدين بيضحكوا علينا بهدية وانتي بتكوني طاير عقلك من الفرحة. لا مو هيك القصة. لك انتي بدك تعلميني على الممثلين وحركاتهم. هنن بيحسسوكي كأنه ما في حدا غيرك بهالدنيا كلياتها، بيعطوكي اهتمام وبعدين بعد كم يوم ما بيتذكروا اسمك حتى. يعني كلهم هيك؟ أكيد هلأ في استثناءات، مو كل أصابعك مثل بعض. يلا يلا سوسو نحنا طالعين. يلا وأنا لاحقتك. شو رح تلبسيها؟ ايه شلون؟ ما نصادة كتير مو هيك؟ لميس خانم قالت انه مطعم متواضع. اذا هي قالت هيك اكيد بالنسبة لألنا بيكون افخم مكان. يا بنتي انتي دخلتي على المشاهير عن جدها؟ رايحة تتعشي مع نباهات؟ انا متوترة كتير، لا تحكي هيك مو ناقصني. يا ريت لو جبنا فساتين لحفلات الكوكتيل كمان. ايه انا كمان كنت عم اقول لو ما جبنا هدول. وليش هالحكي؟ انتي ليش عم تخشخشي؟ في صوت. لانه دهن زيت الكاكاو على افخادي ولفيتهم بالنايلون وعم بشرب 3 لتر مي كل يوم. رح اغلبك يا سلوليت. هيك بدك تغلبي؟ الناس بيصرفوا بالهبل وما بيقدروا يخلصوا من هالعلة. ما علينا، سامحيني دجلة، انا استعملت من الاسيتون تبعك لا تواخذيني. مسامحة شو هالشغلة؟ بالمناسبة انت شو عملتي بمكان النومة؟ اليوم جاية بنت خالتي. دجلة بتنام بأوضتي وهي قرايبتك يلي جاية بتنام هون على الكنباية. ايه طيب. ايه بس الفواتير رح تكون شراكة لا تنسوا. ما اخلص. وانتي التانية شلون بتسامحيها بالاسيتون تبعك؟ اه؟ لكن سيا شو بدك فيها مهبولة؟ اليوم دافع على التاكسي 240 ليرة روح رجعة، صار لازم روح على المستودع. شلون بدك تشتغلي وانتي بهالظرف؟ اه؟ طلبي سلفة وخلاص. سلفة شو؟ لسه الوكالة مو مبين شو وضعها، أنا هلا خايفة يسكروا الوكالة وأبقى عاطلة عن العمل. تخيلي يصير هيك، منين بدي أدفع لك حق هدول؟ الحمد لله يلي ما شلت الكرتن عليهم، بلكي بنرجعهم. لا ترجعي شي. أبوكي سالب بيلاقي طريقة. ما عم تزعلي لأن عم أقول عن أبوكي سعلب مو هيك؟ لك لا ليش لحتى أزعل؟ إذا هو عم بيقول عن حاله سمكة قرش غريب كتير مو هيك؟ من جهتي أنا بشوفه واحد أناني وبلا شفقة وبلا مشاعر حتى، بس أكيد وجهة نظر بيسان بتختلف. بتشوفه أب لطيف وحنون طبعا، أو يمكن هو نفس الزلمة بس أنا يلي بشعة وعاطلة ما بعرف. بجوز مشان هيك ما أقدر يحبني مثل بيسان. تعي لعندي. لك أنتي بريئة مثل الأطفال، هداك الواطي كيف بيسخى فيكي؟ مرتو كانت بالمكتب، لو تشوفي شلون رجف من خوفه انها تحس بشي. تعلمي هدول دجلة. الواحد بيتأثر شوي، بيقول بنتي خافت يكون صار لي شي، يعني بيحرك عليه ضميره. بس ما حرك شي. امك بتعرف انه رح تشتغلوا بنفس المكان؟
لسه مو مبين شي، بالأول لأتأكد، يعني بجوز تتسكر الوكالة، فما في داعي. أنا ما رح أزعل أبداً، بتصدقي؟ مو طبيعي كل يوم تنجرحي من هداك الزلمة وتجي عالبيت هيك، أنا قلبي معبى منه. ليش مين قالك عم منجرح؟ شو هالحكي؟ أنا ماني ناطرة منه شي، أصلاً كل ما قلت توقعاتي كل ما زادت سعادتي. صحي إذا سكرت الوكالة شلون بدي شوفه لبارش؟ يعني ضروري تشوفيه بالشغل وبس؟ بس أيمن قال لي إنه ما عاد يتعرف علي وقتها. لك لا تردي عليه، هذا بيكون مو عارفان شو عم يحكي. خليه من جوا. شو عملتي؟ ليش هيك؟ أنا قلت لك بدي رجعه. ما بترجعي، اعتبري مكافأة لنفسك، شو ما بتستاهلي؟ وأنا كمان رح كافئ نفسي بألف سكوات باليوم. شو مزروعة؟ شلون بساوي شعراتي؟ باخدهم هيك يا هبلة، افرديهم أحسن. أيوة افردهم، فهمت عليكي، تمام. لو تشوفيها طلعت أحلى مما منشوفها على التلفزيون وبمراحل. ماني عم صدق لهلأ موت نادر. مظبوط اللي عم ينقال عن سبب موته لميس؟ لو سمحتي قليلي إنه ما نو مظبوط. لا طبعاً مو مظبوط، إجته جلطة وهو بالبحر. سمعت الحكي اللي عم ينحكى يمين وشمال عنه بالعاطل، البشر توسخوا كتير كتير. لو سمحتي لا تردي على الإشاعات نبهات خانم. والله أعلم شو بدهم يألفوا علي لما أنا موت. الله يطول بعمرك. لا تقولي هيك، الله يطول بعمرك. كانت فاجعة بالنسبة إلي، يعني صديقي الغالي ومدير أعمالي اللي قلنا سنين مع بعض خسرته. مستحيل حدا ياخد مكان نادر، بس بأكد لك أني رح مسلك بأفضل طريقة. وهذا الفيلم عند موتنا؟ إيه، فيلم علي بيلجن، بعرف السيناريو، كنتوا عاطين موافقة مبدئية ورح توقعوا العقد بأقرب وقت، صح؟ والله أنا غيرت رأيي بتمثيل الدور. عفواً؟ بصفتك مديرة أعمالي الجديدة ممكن تتصلي بعلي وتخبري أنا بعتذر. ما فيك تتراجعي، بعد 3 أسابيع رح يطلعوا تصوير، يعني الأماكن والكاست كل شيء تحدد، وكل الحكاية مبنية على شخصية حضرتك. كله هاد ما بيهمني. نبهات خانم، لا تأخذيني آسفة على الإزعاج، أنا كتير معجبة بحضرتك. عفوا بس نحن عم نحكي بشي مهم هون لو سمحتي. آسفة. شو عملتي لميس؟ الفنان ما بيتجافص مع معجبينه بتاتا. معك حق. ليكي نبهات خانم، حضرتك زعلانة كتير على موت عمو نادر، أنا متفهمة هالوضع، إذا بدك أنا بحكي معهم بلكي من أجل التصوير أسبوع زمان، وحضرتك بهالفترة بتكوني ارتحتي وبتطلعي على التصوير. المسألة مو بكوني تعبانة، القصة متعلقة بالمود والنفسية. نفسيتي حالياً ما أنا مناسبة لألعب هاي الشخصية، هي سوداوية كتير لميس، وأنا محتاجة للنور بهالفترة، فهميني. أي فيلم بتلعبي فيه دور بضوي مثل نور الشمس نبهات خانو. شكراً لذوقك حبيبتي. أكيد ليكي، كلنا عم نمرق بصدمة هلأ، كلنا مصدومين، يعني لو سمحتي حاولي ما تستعجلي باتخاذ القرار، فكري بعمو نادر، هو كان بيوده إنه تكوني قوية وتكملي بحياتك الفنية، إذا تكرمتي بهالدور مثلاً فيكي تهدي لعمو نادر، قديش بيكون مبسوط؟ نادر كان دائماً يقول لي إني اسمع صوت قلبي واختار، وأنا هيك رح أعمل. قلبي عم بيقول لي هالدور مانو مناسب لي. لو بتسمعي صوت المنطق بدل صوت قلبك هلأ، يعني هالفيلم رح يعمل صدى كبير بالمهرجانات. لميس، أنت من وجهة نظرك ما في شيء أهم من السينما والمهرجانات؟ في طبعاً، بس يعني لو سمحتي لميس، مو بس حياتي المهنية، ممكن تفكري بسعادتي وراحتي شوي؟ تمام، بس كمان في ناس كتير كانوا عم بيحضروا مشان هذا الفيلم من زمان، يعني رح تكوني سبب قطع رزقتهم هلا، كل هالتعب والمصاري رح يروحوا على الزباله، شو رايك تفكري بغيرك شوي بدل ما تكوني انانيه؟ يا ترى انفصامات الفنانين هي شو اخرتها؟ ممكن افهم؟ بس خانم كيف هيك عم تحكيها؟ عفوا نادر بعمره ما حكى معي بهذا الاسلوب. روقي والله مو قصدي. خلص ما عاد بدي كمل شغل مع وكالة إيجو. لا 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 لحظة، أنا أعصابي تعبانة، اسمعيني حقك علي، استني لحظة إذا بتريدي. نبهات خانم الحقيقة حاولي تتصرفي. نبهات خانم بترجعك ما تمشي هيك، لميس خانم عم تمر بأصعب يوم بحياتها، وأكيد حضرتك نفس الشيء، وإلا هي ما كانت حكت معك بهذا الأسلوب أبدا. أنا ما برجع على طاولة قمت من عليها،
رح أنصحك نصيحة، إذا بدك تتقدمي وتتطوري بشغلك أصحك تاخدي مديرتك قدوة إليك. صباح الخير لميس خانو. بالمستقبل إذا أنا عاملت المساعدة تبعي بهالشكل صفقيني كف على نص خلق. يعني لوقتها رح نضل عم نشتغل هون وعم نترقى فوقها؟ والله شايفتك متفائلة كتير. صباح الخير. صباح النور سراج بيك. سراج بيك؟ هلا نعش نادر بيك ليش لساته بالهواوي؟ هواي بكر مو هواوي. إيه شو ما كان؟ هواي اسم الجزيرة اللي توفى فيها، عندن إجراءات قانونية ناطرينها تخلص. صحيح. بالمناسبة سراج بيك، جيلان خانم بعتت إيميل طلبت مني إبعت لها سيارة تجيبها من المطار المساء. رح تجي بدون ما تجيب النعش؟ شفتي؟ الزوجة كمان لحد الموت وبس، لو كان عنده شقفة ولاد كان بيستنى جنب راسه لحتى يندفن، وكان دفنه بإيديه لهالمسكين. بعتوه لحدا يجيبه. طيب. هيك لكان بخلقتها للمخلوقة التي امتى بدنا نخلص من انفصامات الممثلين؟ هيك دجيتيها؟ قدوتي انتي قدوتي، رح اطبع هاي الكلمة على كنزي. ايه؟ انا شلون قدرت احكي مع نباهات شهري بهالشكل؟ شلون تصرفت بهالشعور كله؟ هاد ماني مصدقة. انتي رح تبعتي ورد وبعدين تتأسفي، ولا رح تتوسلي مثل الكلاب بالاول وبعدين رح تبعتي الورد؟ شو؟ ليك اصحك تقول لسيراج. طيب طيب ما بحكي خلاص. وروحت الفيلم كمان. لك لو تقرا السيناريو جلال، عن جد من سنين طويلة ما قريت حكاية حلوة مثل هاي. لو تحكي مع المخرج وتقنعي تلاقي له ممثلة غنى. مو ممكن، طالعين تصوير بعد 3 أسابيع وما عاد في وقت لحتى نلاقي ممثلة بهالمواصفات بهالفترة القصيرة. صعب كتير والله. ما علينا. انت بتعرف كم انسان بيموت بالنهار من ورا الوقعه وهنن عم بيطلعوا بالتليفون؟ خليكي بحالك. خوفتك مو؟ لازم تخاف على حالك. خلصنا تولين. بارش وبيسام متخانقين؟ شو؟ طيب وانا ليش مثل اي انسان عادي عم بعرف الحكي من السوشيال ميديا؟ معقول نازل هيك خبر؟ اخر قنبله لاريج خانوم، الاحباء على الشاشه واعداء في التصوير، رياح الكره تهب بين كل من الثنائي بارش وبيسان العاشقين الملهمين للملايين من مسلسل حكايه خيال، وتم ايقاف التصوير بسبب خلاف بينهما. يا الله. تعرف جد بنت لهالبنت كانت لطيفه بالاول. اليوم لازم نروح لعند جيلان ونحاكيها. اليوم رح تكون تعبانه بلا ما نضايقها. لك يا ابني لازم نروح قبل ما يسبقنا حدا ويحكيها بخصوص الوكاله. تعي منيح اجيتي، كنت رح ناديلك. اختاري اغلى شوكولا على الانترنت وبعتيه على بيت نباهات شهري. طيب شو؟ عفوا فتحتي شيك تاع السوشيال ميديا؟ لا. خلص سراج. شوفي شبك بنتك والممثل تبعي دمروا مسلسلهم. جهاد عم يتصل. قالوا نعم جهاد بيك. ايه انا كمان شفته. يا ربي. ايه عم اسمعك. ايه طبعا الحق معك. لك يا جماعة الخير، والله تعبت وطقيت روحي. انا منشان خلي هالمسلسل ينشهر صرت صارف عليه بالهبل. الله وكيلكم، وصلنا للحلقة 13 وأنا عم أخسر وحط مصاري. عم تصور المسلسل بخسارة؟ طول الوقت عم بدفع للممثلين وفوقها عم بدفع عمولاتكم. ما عم بدفع لكم سراج؟ لميس ما عم بدفع لكم؟ عم بدفع. ما حدا عم يقول غير هالحكي جهاد بيك. طيب لكان شو مشكلتهم بارش وبيسان؟ شو الخلاف اللي بيناتهم؟ شو سببه؟ لا في خلاف ولا غيره، هذا خبر مفبرك من أخبار أريج مثل العادة. يعني كل يلي بالوسط بيعرفوا أريج وأخبارها. أنا وياكي منعرفها لميس، بس المشاهدين ما بيعرفوها. رح نشوف الريتنج هالأسبوع، الله يحسن آخرتنا. حكيت بيسام بالموضوع ونشرت تكذيب على السوشيال ميديا من حسابها الخاص، واليوم رح تاخد سيلفي مع بارش باللوكيشن.
وأنا كمان بحكي مع بارج وبخليه ياخد سيلفي، هيك مو أحسن؟ هذا ما بيكفي، الجمهور بده إياهم يجتمعوا حتى بالحياة. حكيت السيناريست وفهمته، راح يضيف كم مشهد حب وغرام بالمسلسل، بس بالحياة الواقعية كمان بدهم شي يحركهم لهدول. شي مثل إنه بارش وبيسان يكونوا عشاق عن جد؟ شو هالحكي لميس؟ بدك إلا لبنتي روح عشقي بارش عن جد؟ لا سراج، طبعاً ما رح نقلهم كونوا عشاق عن جد، بس فينا نطلب منهم إنهم يتصرفوا هيك بفترة استمرار المسلسل. هي الفكرة ممتازة، أنا موافق عليها. أنا بصفتي أبوها. لا تفكر بصفتك أبوها، فكر بصفتك مدير أعمالها. ليكو أنا عم أحكي بوضوح، الريتنج كل ماله عم ينزل، وإذا طلع له مسلسل قوي بهالموسم بطريقنا كلهم 4 أسابيع منكون عملنا الحلقة الأخيرة.